يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. يا جماعة لو حابين تدعموا القناة بأبسط الطرق، ترى افضل طريقة ممكن تدعم فيها القناة هو انك تشترك فيها طبعا وتفعل جرس التنبيهات، ولكن الاهم من هذا كله هو انك تضغط على زر اللايك لو عجبك الفيديو، لانه مرة مهم وبيساعد القناة في انها تنتشر. فيب اذا عجبك الفيديو اعطيها لايك. اوكي اوه طيب يا جماعة الخير، اليوم ما راح يكون في مجامل، اليوم ما راح يكون في تسليك، بس بالله يا جماعة ما هو قهر اللي قاعد يصير في هذا الانمي بالتحديد. انمي مقدر له انه يكون احد اعظم الاعمال في عالم الانمي، اذا لم يكن الاعظم في عيون الكثير من البشر، ويتم اختصاره والهبد في بعض احداثه في طريقة ما صارت في عهد عدنان ولينا. يعني عدنان ولينا كنا نشوف عدنان متمسك بصابعه في طرف طيارة لمدة 35 ثانية. فعلا الاختصار اللي قاعد يصير والتنقل ما بين الاحداث واللي صار في حلقة اليوم بالتحديد شيء مزعج، وهذا اللي كنت خايف منه. والله هذا اللي كنت خايف منه. لما انتهى البارت الاول قلت لكم يا جماعه لو يسووا فيلم على جزئين بس كذا، حاجه يمخمخوا عليها بيكون افضل، بدل ما نشوف حاجات زي كذا مختصره وتنقل ما بين الاحداث مزعج. وعن نفسي للامانه ترى ما عندي مشكله انه يتاجل الانمي 9 شهور ثاني، سوي لي 24 حلقه اضافيه مو مشكلة، بس سوي لي حاجة تبرد قلبي شوية. يعني اوكي مستوى الرسم في ناس قالوا يا عمي طبطب ليس يطلع كويس ومشيناه تمشي الامور، لكن تبدأ تختصر الاحداث بالطريقة هذه وتتنقل لي ما بينها وتترك لي اسئلة كذا غبية. معليش لا مرة معليش، كلمة الحق تنقال يا جماعة، لا تقولوا لي انه حلقة اليوم ما كانت عبارة عن طب ليس شيل حلقة يا مدير كده، تحس انك قاعد تشوف ملخص سواء عبده ملخصات، وتعرفون عبده ملخصات زي عبده حريقة بس انه متخصص في الملخصات. لا انا اللي فهمت مضبوط، اوكي فهمت اكيد، بس انه الناس اللي ما يتابعوا مراجعات انا متاكد انه فوق راسهم 100 علامه استفهام. وبعدين وزيك زيك يا ال يا احنا وذا زيك اللي ما ادري متى بنطمن عليه يا ليل. اذا مستوى الحلقات الجايه بيكون بنفس مستوى الحلقه هذه من الاختصارات والقفز والتنقل ما بين الاحداث، ترى مشكله مشكلة كبيرة. واللي مزعلني أكثر يا جماعة ترى معاد بقي إلا 4 حلقات. يب باقي 4 حلقات وينتهي البارت الثاني من أنمي هجوم العمالقة. البارت الثاني على حسب بحثي واستكشافي في الإنترنت أنه مكون من 12 حلقة، وراح يتم عمل إما بارت ثالث مضاف فيه 6 حلقات إضافية أو فيلم، وأنا عن نفسي أفضل فيلم، ويا حبذا لو يعرض في السينما يقلع أم الحماس اللي بيصير. أيا كان باقي 4 حلقات وينتهي الأنمي، وما راح ينتهي يعني أوه خلاص خلص شوفنا النهاية، لا بيكون فيه نهاية إضافية إما على شكل 6 حلقات إضافية أو فيلم طويل مرة طويل. سووا 3 ساعات خذوا راحتكم، وبعد سنة ما في مشكلة، بس سووا لنا حاجة كده تخلينا نقول للأنمي هذا شنو. المهم اللي بقوله لكم انه لازم يتم الاعتناء بالكتابة والرسم والتحريك في الشيء القادم. اوكي خلاص البارت الثاني هذا امر الله، شكله كله بيكون كذا الله يعين، بس الله يعين ان شاء الله انه مو باقي الحلقات تكون بنفس مستوى حلقة اليوم. ولو تحس انه كلامي مبالغ فيه، اذا انت قاعد تشوف يا وجي ترى كلامك مبالغ فيه ترى حلقة كويسة، ارجوك ارجع تابع الحلقة مرة ثانية. قبل نبدأ مراجعة اليوم لهذه الحلقة الفوضوية إلى حد كبير، أحب أذكركم بمتجر إيدو واللي هم الراعي الرسمي لهذا الموسم من أنمي هجوم العمالقة. يوفرون تشكيلات جدا رائعة ومميزة من التيشيرتات والبلوفرات الخاصة بهذا الأنمي وغيره من الأعمال المنوعة، فلو حابين تطلبون من عندهم راح تلقون رابط المتجر في صندوق الوصف، وتأكدوا إنكم تستخدموا كود الخصم تبعي وجيه علشان يجيكم خصم يحبه قلبكم، وتأكدوا إنه جميع حروف الكود أو كوبون الخصم بالحروف الصغيرة. غير كذا يلا بينا نخش على المناقشة. طيب يا جماعة الخير، ليفاي رجع بالسلامة ولله الحمد، وشفنا أموره طيبة يعني إلى حد كبير بشحمه ولحمه وشوية أصابع مقطعة، والحمد لله أنها جات على كذا. أنا توقعت صراحة توقعت بعد الانفجار الكبير اللي صار بينه وبين زيك، توقعت أننا بنشوفه مقطعة أيدي مقطعة رجلينه، أو أنه غير قادر على الحركة إلى حد كبير يعني بسبب بتر واحد من أطرافه، ولكن الحمد لله أنها جات على كذا. ما أدري لو لاحظتوا ولا لا، ولكن ممكن أكون صح وممكن أكون على غلط. الله أعلم أنه هانجي لما أخذت ليفاي أخذته إلى وين؟ أخذته إلى المكان اللي كان ليفاي محتجز فيه زيك، الغابة هذيك اللي فيها مخيمات ودنيا وأشياء كثيرة، لأنه هذا التفسير الوحيد لوجود إسعافات ووجود خيمة ووجود بواقي عربة وكفرات. ولو تلاحظوا حتى المكان يشبه كثير المكان اللي كان محتجز فيه ليفاي زي، لأنه لو لا
أجل من وين جابت هانجي الأغراض هذه كلها؟ خياطة ومعدات وخيمة أكيد إنها راحت لنفس المكان اللي كانوا محتجزين فيه زيك. وبرضو اتضح لنا هنا يا جماعة إنه إصابة ليفاي مرة قوية، بغض النظر عن إنه أعضاؤه سليمة إلى حد كبير، ولكن الإصابة بشكل عام بليغة. ولكن وجود الدم الأكرماني عند ليفاي خلاه ينجو من هذه الإصابة الكبيرة. ففضلا عن إنه الأكرمان عندهم قوة هائلة ويعتبرون مضادين للعمالقة، هم برضو عندهم قدرة هائلة في تحمل الألم والإصابة الخطيرة. خلاصة الكلام بقى، يعني علشان تقتل أكرماني يحتاج لك إيش؟ تقطع راسه ولا تقتله كذا قتلة تغلق الليلة، ما ينفع تفجره وتتركه، لا حيقوم. This son of a bitch is going to stand again. فاكرين يا جماعة كيف نزلنا على ليفاي في البارت الأول يوم إنه كان حط الرمح داخل زيك وواقف جنبه؟ معظمنا قال إيش بذا البقرة كذا ليفاي القائد المحنك الفاهم، نشوفه كذا جالس غارز رمح متفجر داخل بطن زيك وجالس جنبه يقول له لو تحركت بتنفجر، طب أنت بتنفجر معاه، ليش الحركة دي الغبية من ليفاي؟ ليفاي اليوم جاوب على هذا التساؤل أخيرا بعد 9 شهور، قال والله يا جماعة ما كنت متوقع إنه زيك ممكن يفجر نفسه ويضحي بنفسه، مستحيل، بنسبة 99% كان إيش ما راح يسويها زيك ويفجر نفسه، ولكنه سواها. وبرضو هذا مش عذر يا ليفاي، يا أخويا كان بإمكانك تغرز أم الرمح داخله وتتكي على بعد 20 متر. أوي زيك ترى لو تحركت تنفجر، لا تتحرك، ها إذا بتموت موت لحالك، ما راح أودي نفسي ومصيبة معه. ليفاي علمنا إيش عذره، بس برضو عذره غير مقبول يا مدير. ولكن ايش؟ الاخطاء واردة يا جماعة. طيب يا جماعة، شفنا انه هانجي وليفاي عقدوا صفقة مع ماغث وبيك. شوفوا يا جماعة، ترى هي خاربة. ايرين خرج من الجزيرة واخذ معاه ملايين من عمالقة الدك، فالافضل بدل ما نجلس نتحارب فيما بيننا داخل هذه الجزيرة اللئيمة، افضل شيء اننا نتحد ونصير صف واحد، بدل ما نسبب لنفسنا مشاكل وضحايا جديدة. عدوي امس صديق اليوم، ما نقدر إلا نكون كذا في الوضع الحالي. ويبدو إنه ماغث وبيك شافوا إنه هذا أنسب خيار أمام. من جد عدونا رايح يدك أم العالم ويدمر أم الدنيا، ليش نقعد نتضارب مع خلق الله هنا وإحنا في النهاية يعني ممكن نتحد ونسوي خطة مع بعض نحاول ننقذ العالم فيها. بعد كذا أخذنا الكاتب إلى رحلة كوني وفال. كوني يا جماعة ضميرهم أني بطول الوقت، أنا ما راهنت على هذا الشيء، أنا توقعت إنه فعلا ممكن تصير بقعة، ولكن صارت بقعة غير البقعة اللي كلها بقعات صايرة، فصارت بقعة غير اللي كنا متوقعينها. في اللحظة الأخيرة لما خلاص كوني قال أوي والله لا أكلك أمي ولا حد يقرب، آرمين اتخذ قرار جدا غريب. بغض النظر عن كيف آرمين وقابي تقابلوا ووصلوا مع بعض، الحلقة فيها قفز وتجاوز ومشوا حالكم، بغض النظر عن كيف وصلوا يعني مع بعض، ولكنهم وصلوا في لحظة عجيبة وغريبة صارت هنا. حرفيا يا جماعة آرمين اتخذ قرار كذا في لحظة ما، جاله فلاش باك كذا من القائد إيروين وقال فاكت أنا بروح أموت. لا ترى حرفيا اتخذ قرار، حتى اللي أكد لنا أنه اتخذ قرار إيش قال؟ قال لقابي سامحي كوني، أنا بروح أخلي أمه تأكلني، فيما معناه يعني بخلي أمه تأكلني، سامحي ترى مرة معذور، حالة أمه النفسية حالة، أمه شوفيها قدامك، فأنا بروح أخلي أم كوني تأكلني وشوفوا حياتكم بقى. ياب يا جماعة آرمين قرر فجأة أنه يموت، خلاص أنا موت، أنا طفشت من الحياة، أنا أصلا هل أنا الخيار الأمثل بعد إيروين ولا لا؟ هل هي لحظة يأس واستسلام ولا هي مجرد خطة بائسة؟ تعرفون الخطة اللي يمكن تجي ويمكن 99% ما تجي؟ ياب هذا اللي حصل. آرمين قال أنا بروح أرمي نفسي داخل بطن أم كوني، إن أنقذني كوني الخير وأهله، إن وقفني الخير وأهله، وإن ما وقفني هي خاربة. وبالفعل هذيك اللحظة كانت بمثابة لحظة إيقاظ لضمير كوني، وقام وأنقذ آرمين وقال أنا إيش سويت، أنا تحولت إلى شخص شرير، وصارت الدراما هذيك وكل واحد رجع يعيش في حضن الثاني. نقطة يمكن ما تكون مهمة إلى حد كبير، بس شفنا مين اللي سرق شال ميكاسا، أنا زعلان على شال ميكاسا، ليش ينسرق؟ ليش تسرقوا شال ميكاسا؟ عموما ما كانت صدمة مين اللي سرق شال ميكاسا، هذيك البنت اللي ناسي اسمها وكنت أتوقع أنها هيتش، ترى عندي خربطة كذا لأنه متشابهوا. بس الصدمة يا جماعة إنه ميكاسا في هذيك اللحظة لا حياة لمن تنادي، البنت تقول لها أنا أخذت أشياء لأني اتخذتك قدوة، أنا صرت جندية علشان أقتدي بك وأصير قوية مثلك، أنا أخذت أشياء لأني أموت فيك وأنت كل شيء بالنسبة لي ميكاسا. الصدمة اللي قاعد أحكيها لكم من أول هي أنه ميكاسا لحياة لمن تنادي، إيه يا
آتي الشا البلد حرامية قليلة أدب. أعطتها ظهرها ومشي. وإنه في حوار انحذف أو إنه فعلا ميكاسا ما عاد يهمها شيء. يا أبويا في حريقة أنت وأم القدوة، لا تأخذيني قدوة، الله يشلش يا شيخ. طيب يا جماعة، في الحلقة الماضية يمكن لاحظتوا إني راهنت على إنه جان ربما يكون إنصاع لليقريين واقتنع بكلام فلوك عن الحرية وعن الحياة اللي بدون قتال ومن ذا الكلام، ولكن طلع جان أذكى وأدهى من إنه ينصاع بكل سهولة. فيب جان كان عنده خطة ثانية مع الجماعة، وبنرجع لها بعد شوية. في حاجة برضو حصلت حلوة إخراجيا في حلقة اليوم. لو تلاحظوا يا جماعة، الأنمي من يوم بدأ البارت الثاني والألوان جدا باهتة وتعيسة، ولكن بعد ما خرج آخر صف من صفوف عمالقة الدك خارج الجزيرة بدأت الألوان ترجع إلى داخل الجزيرة، لما كوني وآرمن وقابي وفالكو كانوا مجتمعين على الطاولة ويأكلون سوا، ولعلها إشارة من الكاتب إنه الحياة في بارادايس بدأت تصير أقل تعاسة، الناس تحتفل وتأكل وتشرب، وصورة الحرية اللي وعدها فيهم إيرين بدأت ترتسم على محياهم، ويتشيز للأمانة حركة حلوة إخراجيا صراحة يعني. حتى إنه كوني رجع لهبالته، يعني كده مع الألوان والحياة الرهيبة ذي اللي صارت مع الألوان، كوني رجع لهبالته وقاعد يستهبل ويطقطق على آني اللي مدري من وين ظهرت، اللي مدري كيف صارت فجأة جالسة معاهم في نفس الطاولة. عموما علشان لا نخوض في تفاصيل غير مهمة يا جماعة، الآن الخطة اللي ما أدري متى تم رسمها والتخطيط لها هي كالآتي: العملاق العربة يروح يخطف جان وأنبونونوكو كوكو شمنقة بليلة ويلينا، وكانت الإشارة هي إنه جان إذا أطلق 4 طلقات فمعناته إنه هذه هي الإشارة للعرب إنها تهجم وتخطفهم وتهرب. متى تم التخطيط لهذه الخطة؟ الله أعلم. متى تم التنسيق لها؟ الله أعلم. ولكن عرفنا إنه هذه كانت الخطة، وبالفعل نجحت الخطة. طبعا يا جماعة، في حاجة يمكن ما لاحظتوها، وهي وضحت لنا قد إيش إنه فلوك مرة شيطان وداهية وما هو سهل. بالرغم من إنه جان دف وخلاه يتوهم إنه أوه أنا أموت داخل فم العملاق الفك أنجو بحياتك، إلا إنه فلوك اكتشف في نفس اللحظة إنه لا، في شيء غلط قاعد يصير. وين ميكاسا؟ وين؟ في هرجة جان. يا لئيم. فيب لما فلوك شاف انه ميكاسا مختفية عرف انه كل اللي صار ما هو الا فيلم من اخراج وكتابة جان ومشى عليه. طيب حلو، شنو الخطة الحين يا جماعة؟ ايش هي الخطة اللي مسوينها الجماعة؟ ميكاسا وأرمن وكوني وقابي وفالك راح يجمعون أكبر قدر من الأسلحة والعتاد والأكل والشرب، ومن ثم يروحون يلتقون بجان والعربة وماغث وليفاي وهانجي في مكان ما. وتبدأ إيش؟ إذا اجتمعت الشلة الكبيرة هذه تبدأ إيش؟ تبدأ خطة إنقاذ العالم. كيف راح تنقذون العالم من هذا الجيش الكبير من ملايين عمالقة الدك والعملاق اللي ما احنا عارفين شكله بالتحديد الى الان كيف شكله، اللي هو عملاق إيرين؟ ما ادري كيف راح تنقذون العالم، بس good luck for you يا جماعة، بالتوفيق، قلوبنا معاكم، شينزو ساساكيو. ولكن خلونا ما ننسى حاجة مهمة، في حاجة مهمة جدا جدا مهمة، ركز معايا. خطة أرمين نجحت في توحيد الصفوف داخل بارادايس. انسوا لي قرين قلعة تقلع ابليس اهلهم والعنف والعدوان اللي هم عايشين فيه، ولكن خطة أرمن في توحيد الصفوف داخل جزيرة بارادايس ما بين الأعضاء الباقين من العمالقة والأعضاء المتبقين أو المنشقين من جزيرة بارادايس نجحت. أوكي، ما هو الحاله بمساعدة هانجي والشلة اللي معاه، بس إنه خطته نجحت. الآن إيش صار عندنا؟ عندنا العملاق الفك والأنثى والضخم والعربة وكمان العملاق المدرع في صف واحد، يقلع أم القوة يا أرمن، يقلع أم القوة يا هانجي، يقلع أم القوة والخطة اللي ممتازة. لا، وكمان بالإضافة إلى العمالقة هذول المتجمعين في صف واحد، لا تنسوا إنه فيه ليفاي أكرمن، وحطوا لي 3 خطوط تحت أكرمن، ليفاي أكرمن مضاد للعمالقة، وميكاسا أكرمن 3 خطوط ثانية مضادة للعمالقة ومضادة. بس إيش؟ بالإضافة إلى جابي وماغث وشمنقة بليلة ويلينا، كلهم في صف واحد وعندهم خطة واحدة. إذا هذا يا جماعة ما هو أعظم إنجاز حصل أخيرا داخل بارادايس بعد الفوضى والتخبط، ما أعرف إيش ممكن تسووا. أعطي
نقطتين مهمة برضو يا جماعة قبل ما ننهي الفيديو. أثناء ما خرجت العربة تبع ميكاسا وآرمن والشلة ذيك اللي حاطين فيها العتاد ومعاهم آني، آني لاحظت وجود شخص يراقبهم من داخل أحد الشبابيك. أنا توقعاتي لما شفت هيئة الشكل كذا واحد أصلع من ورا الشباك ما هم جايبين شكله مظبوط، أتوقعت إنه شادس اللي هو القائد شادس، ممكن يكون هو وممكن يكون لا، ولكن ليش ربط الكاتب نظرات آني لهذا الشخص؟ توقع انه في سبب ممكن نكتشفه وممكن يكون شادس فقط. واللي خلاني اقول انه آني ممكن تكون مرتبطة بهذا الشخص بشكل ما هي انه الكاتب جاب الكاميرا عليها مرة ثانية وهي تطالع في هذاك الشخص، ما جاب الكاميرا على آرمن ولا على كوني ولا على جابي ولا على فالكو، لا جابها على آني وهي تطالع في هذاك الشخص مرتين. مين هذا الشخص؟ أكيد مو أبوها أنت كمان، لا أهفك بطل تناحة، بس ما أدري بنشوف مستقبلا، فخلونا ما ننسى هذا المشهد. أوكي أوكي. النقطة الثانية والأخيرة، إلينا لما سألت جان ليش أنقذتوني، أنا ترى ما عاد تفرق معاي، ليش ما خليتني أموت؟ ترى حرفيا لو تعطوني سلاح بعطه في ضمي وأموت، ما عاد يهمني شيء. خطط زيك فشلت، تطوعنا فشل، كل تضحياتي وكل الأشياء اللي سويتها فشلت، ليش أنقذتوني؟ جاءها رد من جان ما كان متوقع. أنا توقعت أنه جان يقول لها إحنا ما نقتل أو أنه حياتك مهمة لأنك إنسان ونحترم حياة الإنسان، لا قال لها والله شوف يا حبيبتي هذا الشيخ ما قث قال لنا علشان نوقف في صفكم ونتحد معاكم جيبوا لي لينا حية. ليش؟ وش يبغى فيها ماقث؟ هذا الكلام يتركنا امام خيارين، اما انه ماقث يعني يبغى يحقق مع إلينا ليش سويت كذا وانت من وين ومن اين اتيتي وليش تعرفتي على زيك وش صار معاكي، ممكن يعني بيحقق معاها سبب غريب لحد ما لو انه هذا اللي بيصير، او انه الخيار الثاني انه ماقث وإلينا بينهم ماضي ربما نكتشفه مستقبلا، لانه المخرج جاب الكاميرا كذا على ماقث ونظراته كذا في إلينا كانه يقول بيننا كلام لازم نصفيه. فإما أنه زي ما قلت لكم ماقث يبغى يحقق معها ويعرف عنها معلومات معينة ويشوف سالفتها، أو أنه فعلا بينهم ماضي راح نكتشفه مستقبلا، وفي كلا الحالتين إيش برضو خلونا ما ننسى هذا المشهد. حلقة فوضوية إلى حد كبير، قفز مزعج ومستفز ما بين الأحداث واختصار يحرق القلب، ولكن على الأقل طلعنا بإجابات كثيرة لأسئلة كنا نحتاج لها إجابات. وأتمنى الأربع حلقات المتبقية من هذا البار تشبع فضولنا تجاه الكثير من الأمور وتملى عيوننا بأحداث ملحمية وتبرد القلب. الله يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي راح تظهر لكم هنا في الشاشة، وتأكدوا أنكم مشتركين في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. والأهم من هذا كله، إذا عجبكم الفيديو يا جماعة ضروري تضغطوا على زر اللايك لأنه مرة مهم وبيساعد كثير في انتشار القناة. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.